انت تتعبين هناك من يفيل عنك التعب من الخدام وغيرهم. اما زينب سلام الله عليها لم يكن هناك احد ليخدمها، كانوا يرمون الحجارة عليها وهنا يقولون اهلا وسهلا بكم. لبي الحاد يا فعي المنحة، صوت الدم يصنع ثورات في دمائي يا رجائي، أثبت أصولي. من المواقف اللي نشوفها كل سنة هي الحضور الكبير للزائرين من جميع البلدان العربية وغير العربية. هذا الرجل اجى من جنوب لبنان قاصدا قبة الأحرار. وعادة كنا نأتي من مطار بيروت للنجف، بالأربعينية نمشي من النجف إلى كربلاء. وأنا في المرة الأولى بال2019 عهدت الله أنه كل ما تيسر لي أن آتي إلى زيارة الحسين أن يكتبها لي من البصرة، لأن في الطريق من البصرة إلى كربلاء هناك دروس كثيرة يتعلمها الإنسان. وكأنه في الآية التي تذكر موسى بال30 يوما ثم زادها له الله 10 أيام. من سألناه على التعب اللي راح يواجهه أثناء السيرة، كان جوابه عبارة عن مشاعر ما قدر يكتمها. ما في تعب، ما في. أنت لما تتعبين أو تصرين على المشي أو أنت ما دمت تذكرين زينب فلا شيء، لا أصلا تشعرين بأن أصلا هنا لا تعب. أنت تتعبين هناك من يفيل عنك التعب من الخدام وغيرهم. أما زينب سلام الله عليها لم يكن هناك أحد ليخدمها، كانوا يرمون الحجارة عليها وهنا يقولون أهلا وسهلا بكم، أهلا بالزوار. هناك يرمون عليها الحجارة ويكفون عليها، وهنا يقبلون أقدامكم أيها الزوار، يطلبون منكم السماحة والعفو، يأخذون منكم البركة. وهناك كانت زينب يرمى عليها الحجارة وتسب. محمد يقول بلبنان عندنا مرقد السيدة خولة عليه السلام، لكن مقارنة بأجواء زيارة الأربعين وهذا الكم الهائل بخصوص الخدام وما يقدموه، فكل الدول تحتاج إلى سنين طويلة حتى تحقق ما حقق الشعب العراقي خلال هذه الزيارة. الخدمة زايد أكثر من المطلوب، أكثر بكثير. حتى إذا تتكلم عن النجوم، مال الأوتيلات والفنادق هي أكثر من الخمس نجوم، أكثر، ليس لها نجم، أكثر من الخمس نجوم. لا يتركونك حتى بحالك، لو قدروا على حملك ليأخذوك بالقوة إلى البيوت ليخدموك لما قصر. بلهجته اللبنانية الجميلة واللبقة استطاع محمد أن يوصل رسالة الإمام الحسين عليه السلام للعالم أجمع، وحثهم على ضرورة أن ينتصر الدم على السيف في المعارك التي تخاض بين الحق والباطل. لا تعيشوا عبيدا، عيشوا أحرارا في دنياكم، وإلا فالموت أولى من العار. بس هذا الدرس الأكبر الذي يمكن أخذ، وهذا هو ما أبقانا. لولا الحسين لما قام منا من يدافع عنا ويستشهد لأجلنا. مشيت قصتك أنصارك على العادة ورغم الأخطار، كل قطرة سايلت من نحرك انشود بدارك.